منذ الصباح الباكر اتجهنا إلى مدينة طوز خورماتو بعد أن اجتزنا مدينة الدور، وقبل أن نصل المدينة وتحديدا في منطقة الزرقاء لاحظنا القطعات العسكرية من الجيش والشرطة تتمركز على الجانب الأيسر من الطريق. وبعد دخولنا المدينة وجدناها آمنة مستقرة لا علاقة لها بمن يتمركز في ضواحيها من جيش وبشمرقة وتطالب بالتهدئة. نأمل إن شاء الله أيضا من جميع الجهات السياسية وخاصة دولة السيد رئيس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية أنه ما يتركون مجال للمغرضين للعبث في أمن القضاء، وخاصة ما يتداول من هناك مواجهات محتملة بين قوات بشمركة والجيش. قائم مقام المدينة طالب جميع القوى العسكرية التي تحشدت في ضواحي المدينة بالانسحاب، لأن الوضع في الداخل مستقر ولا يستوجب استخدام القطاعات العسكرية. التحشدات اللي تصير هسه حاليا باتجاه طوز بغداد، هناك الدبابات وناقلات تستخدم الى 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 اطراف القضاء، وايضا من خط طوز تكريت، وكذلك من تكريت الكركوك هناك قوه غير اعتياديه، وايضا من المقيقليم قوات توجد على بعد 30 الى 35 كيلومتر بعيده من القضاء. لكن ما حدث في الطوز لا يستوجب كل هذا ولا يستوجب هالتصعيد وهالتأزيم. أهالي المدينة من القوميات الثلاث طلبوا بعدم التدخل بشؤون مدينتهم، لأنها من المدن المتآخية بين كل المكونات ولا تتحمل اختلاق الأزمات. أنا مواطن كردي، أنا أطلب من حكومة الأقليم وحكومة المركز أن لا يدخلوا بشؤون المدينة، أن يشكلوا قوة من أهل المدينة. بالنسبة للتحشد العسكري احنا ما نريد التحشد، وارد احنا بالعكس اخوان تحشد، نسوي بالتحشد العسكري، لا نريد عسكري ولا نريد غير عسكري، احنا الحمد لله عايشين ومتآلفين نريد يكونون بالحوار يحل هاي المشاكل، لان احنا متعايشين هنا عيشة أخوية تامة، فإحنا ما رد أي خلق أي مشكلة. بالنسبة هاي مثلا قوات دجلة، إذا قوات دجلة جاية هنا لحماية المنطقة خلي يكون المعسكرات خارج المنطقة، وأيضا بالنسبة للبيشمركة أيضا إذا يكون ما رد داخل القضاء يبقون هاي بهدوء وسكينة. تحيا مدينة طوز خورماتو في الداخل، لكنها تشهد تواجد عسكري من الجيش العراقي وقوات البيشمركة في ضواحيها، والأهالي هنا يطالبون بأن لا يزجوا في الصراعات السياسية. للشرقية نيوز عبد السميع عزاوي من مدينة طوز خورماتو.